هاي جايز، كيف حالكم؟ اليوم الثالث في لشبون، بس اليوم بنسير منطقة اسمها بورتو. بورتو تعتبر أكبر ثاني مدينة من عقب لشبون. لشبون شوي أكثر فريحة، تشوفون البيوت ملونة، فيها حياة. بورتو شوي يقولون إنها أجمد من لشبون، بس كل حد يومينا يعني البرتغال قالنا لازم تسيروا منطقتين، الجارف ولشبون. الجارف هي في جنوب اسبانيا صوب البحر والكهوف وهالسوالف، بورتو هي مدينه نفس لشبون. فبنسير اليوم بنشوف شو تاريخ هالمدينه او شو الانترستينج اباوت هالمدينه. اليوم انا لابسه اخضر وبلعبكم لعبه في سناب شات، واللي يبغى بعد يفوز بحط له لينك تحت، او اللي يبغى يحضر المسرحيه مالت شرك بحط لكم التواريخ تحت في الامارات، مسرحيه شرك. اللي يحب شرك وايد حلوه، ويودي خواته او عياله. هي برعايه اتصالات هالمسرحيه. ورايكم لعبه سناب شات، عندي سمكه خضراء وبايلس اخشها في اماكن وانتم تدورونها، واللي بيفوز بتذاكر في اي بي لحضور شرك. الحين بنزل نسير نتريق ونركب الباص، 3 ساعات بالسيارة. الحين الساعة تقريبا 7:30 الصبح، فبنوصل يمكن 11 وبس، وظني في الليل برد متأخر 10. فبحاول أنزل فلوج البارحة أشوف شو بقدر أسوي عشان أنا وايد أحبكم. يلا نطير. الحمد لله طلع تقرير السعادة 2016، طلعت الإمارات الأولى عربيا و28 عالميا. الله يحفظ شيوخنا إن شاء الله ويديم السعادة والعز. والله العظيم طول الدرب، احنا كملنا 1:30 في الدرب وانا اهد ساعتين كملنا في الدرب. والله العظيم اني ما سكت ولا ثاني، ما خليت شيء، ما خليت يونايتد ارب اميرتس ما خليت شيء ما قلت حق الريال عن الامارات وعن السعوديه وعن الخليج وعن الناس وكيف احنا نتكلم ويا بعض وكل شيء. حتى ما اعطيته فرصه يتكلم عن بلاده، والله يبا كان شوي يقول عن بلاده، ما اعطيته فرصه. انا التور مالك، انت التور مالك مال بلادي، فهمتوا؟ كان وايد حلو، كل حد حاط سماعه مني ما يبي يسمع الهذربان. حمد صورتني وانا متحمسه، سو بشوف اذا بطرش الفيديو واحط لكم اياه. بس بعدنا ما وصلنا، وقفنا بي ناخذ اكل. طبعا ناخذ اكل بس ما تشوف الدوله الصغيره. نزلنا الشيش اللي هي المحطة تدور أغراض، الناس جايين ياكلون ويصيرون الحمام. يلا زين. والله حلو هوا، ما تصدقين؟ والله حلو بس يمكن غالي هني داخل في المدينة، يمكن أرخص. واحد بناها. يلا خذي واحد. دبوت. صار الحين بنركب الريفر سايت سينج، صار بيراوينا بورتو. الجسر اللي تشوفونه وراي هو نفس الاستديو اللي سووا الايفل تاور، نفسهم سووا هالبرج في القرن اواخر القرن 19. هالقرن يفصل بين واتس جايا رايت جايا وبورتو، يعني اذا تبون تصيرون من جايا لبورتو بهالجسر. نفس اللي مسوين الايفل تاور الاستديو ميكينج ستوديو، نفسهم مسوين هذا البرج. لان اهلي غجر، لا هم غجر، لان اهلي ما يحبون يجربون اشياء، دائما اقول لكم هالشيء. انا واهلي تو بي اونست، قلنا لهم بوديهم مطعم برتغالي ما يطلعون الا ويصيرون يقيمون كل مطعم هندي موجود في كل بلاد. في الهند شو بتاكلون؟ اخاف في الهند تصيرون تدورون اكل ثاني مو بهندي. سوينا هني في مطعم في بورتو اسمه مندي. طبعا انا قصيت على حمده، هي حمده تموت في شيء اسمه مندي، تموت. تعرف شو تموت؟ يعني يوم انش انا الصبح واقول شو غدا اليوم يقولوا لي مندي، اعرف ان حمده اللي طالبت لنا. فقصيت عليها قلت لها في مطعم مندي يمني هني، تخبلت وراويتها الصوره. على فكره اسم المطعم مندي بس هو مطعم هندي. سوف
خلصنا غدا في مطعم مندي وايد لذيذ وايد. اي حد بيجي البرتغال بيجي بورتو لازم يجي هالمطعم الهندي وايد لذيذ. مندي اسمه المندي يعني الحنة. هذا المندي. تعرفون شو قالنا الريال واحنا ندور السمكة؟ لان انا مسوي مسابقة اتصالات لازم تلقون السمكة عشان تفوزون بتذاكر لحضور شرك. على فكرة اللي بيصير مسرحية شرك بحط اللينك تحت. المهم تخيلوا كنا في القارب هذا اللي شفتوه قبل، خشيت السمكة وصورتها حقكم وفي ناس فازوا. حطيت السمكة تحت الكرسي عقب ادور سمكتي ما شني. انا اقول حق الريال وير از ماي فيش، حق التور جايد مالنا نقول له وير از ماي فيش، وهو مسكين يدور يدور يدور. في صينيين ياسين عيالهم يدور، كان الريال يفت جاكيته فتش الزبر طلع السمكة مالتنا من مخباه. تخيلوا دايركت مسج سناب شات بفتح عشوائيا. ثانك يو. يا ضاعت السمكة. يعني سرقها تقريبا. كيف تسرق سمكة؟ سويت منهم سمكة. والمشكلة الصينيين ما يعرفون شو اظني فيش يسوون. هاي ضحك. بس حلوة صح؟ سوينا هني في بورتو مثل ما شفتوا احنا كنا على في السفينة كنا على النهر، والنهر هذا يصب في المحيط الأطلنطي، فاللي تشوفونه ورايا الحين هو المحيط الأطلنطي. احلى شيء في بحورهم ان الموج تشوفونهم دائما في انكسار، وايد عندهم الموج كسرات في نص البحر. الحين ابى اوقف ابى اصور صورة حلوة، خلي يصورني بس خلي اشوف شو السالفة. تغدينا خلصنا صرنا طقسنا اماكن، والحين زيود طالب منا تي شيرت بورتو مال فريق كره القدم، شيء وايد مشهور، فاظني في متابعين يعني حاليا في يوتيوب اولاد اكيد يعرفون هالتيم اللي هو بورتو، فبنصير نشوفه. غير عن شيء برد بنرد البيت عقب 3 ساعات بالسياره. ف شكرا لمتابعتكم الفلوج، وان شاء الله بينزل الفلوج بعد اللي عقبه في الجارف. الجارف هي منطقة بحرية ساحلية في جنوب اسبانيا، باكر بسير لها من الصبح بعد 3 ساعات السيارة. ان شاء الله يكون بعد هذا فلوك ثاني. لا تنسون اللي بيصير شرك المسرحية في مدينة جميرة في دبي من تاريخ 30 لين تاريخ 2/4 برعاية اتصالات. اللينك تحت حق اللي بيشترون تذاكر. احد بيشتري تذاكر شريك من ريل سينماز اللي في دبي مول بيحصل على 20% خصم. وانا الحين اسوي مسابقة السمكة واربح ناس VIP تيكتس حق المسرحية. فهي تابعوني على سناب شات على انستغرام، والباقي بحطه في نهاية الفيديو. انا اظن هني اقول لكم باي جايز. هاي جايز صباح الخير، شحالكم؟ اليوم الرابع في البرتغال. البارحة اتجهنا إلى شمال البرتغال اللي هي بورتو مدينة. اليوم بنتجه إلى جنوب البرتغال. المنطقة كامل الريجن كامل اسمه الجارف. الجارف اكتشفنا إنه يعني الجرف، لأنه وايد فيهم كليفز وايد فيهم مجرف، فهم عندهم في البرتغال أي شيء يبدأ بأل عامة يكون كلمة عربية في الأصل. تمينا نفكر قلنا الجارف أكيد الجرف لأنه وايد عندهم جرف. فهي منطقة بحرية بيتش ساحل ما فيها تاريخ وايد، اكثر شيء يعني بحر، فسارين بس نستمتع بالبحر. ان شاء الله يكون الجو حلو ومشمس عشان يكون التصوير حلو. يلا يسار سيارة. لقيت السمكة بعد بلعب وياكم اليوم على سناب شات. الشمكة صباح الخير يا مدلل. بعد صرنا ويا هذا ديوغو اسمه، وما تسميه يوغرت.
احنا شو يا بيوغرت عند ديوغو والله العظيم، وقال لها ان بنته اسمها كاروليت، كانت تقول يلا بنتك شوكليت بعد. انا يور وايف بنانا ماما. المهم انه هو يانا من البارحة واليوم بعد، فالبارحة صرنا شمال اسبانيا. اسبانيا ليش هل كذبنا؟ البارحة صرنا شمال البرتغال واليوم بصير جنوب البرتغال. وصلنا الجارف وينا منطقة اسمها بورتيمو. فيها بحر جميل، منظر جميل، هنشوفها الحين. وين صار المينون؟ وراي الفجوة بالضبط، حطيت ريلي هني، ما اعرف اذا الصورة بتكون حلوة، ان شاء الله تكون حلوة. خشينا ماما في السيارة لان لو شافت الاشياء اللي انا اسويها خلاص يعني استوى الشيء اوفر صراحة. وايد لذيذ الاكل الهندي، تخيلوا من كثر ما هو لذيذ والله العظيم ما صورت لكم الاكل، تخيلوا بس صورت المقبلات كلها مسالة وكاري، بس المسالة مالهم وايد احلى. اسمهم مسالة اصلا مسالة هاوس. ابى افهمكم شيء، احنا في منطقة الجارف، هي منطقة عودة فيها بورتيماو اللي شفتوا توني صورت قبل المطعم، وفيها عاصمة الجارف اللي هي فارو، فهمتوا؟ يعني الجارف هي الريجن عقب فيها الاماكن. فالحين بنسير فارو تي، بعد شوي بندور وبنفر فيها فارو، بنفر فيها. المهم ما بقول لك تد فارو ولا قطوه، لانه يعني خلاص سخافه يعني، ما احب اللي يكون واضح شوي، لازم يكون بعيد. هذا تيب نمبر 3، لان تيب نمبر 1 و2 كان في الفلوج الثاني. جايز خلصنا رحلتنا، وايد كانت بسيطة اليوم عشان وايد مطر كل مكان، فما قدرنا. تعرفون يعني الحين بيستوي الصيف عندهم عقب تقريبا شهر، فوقتنا كان غلط ومو بغلط في نفس الوقت، بس استمتعنا anyways. سوري يعني الفلوجين حطيتهم يا بعض، بس لأن فوتج اليوم وايد قصير. هني بتكون نهاية رحلتي البرتغال، باكر آخر يوم بنسوي شوية شوبينج، أشياء اعتيادية بعطيها على سناب شات. غير عن شي شكرا وايد على كل السبورت، كل الناس اللي تفاعلوا وياي على سناب شات ويو هني في اليوتيوب وكتبوا لهم من سناب شات، كانوا يحطون لايكات في انستغرام وكومنتات وصلت يعني الأعداد كبيرة. وايد شكرا من القلب انكم وقفتوا وياي. عمليتي ان شاء الله يوم الاثنين تاريخ 21/3، ادعوا لي الله يقومني بالسلامة، وإن شاء الله I will vlog عن العملية، بتكون يعني بسوي vlogging عن العملية. عمليتي بتكون في مستشفى القرهوت مع الدكتور قاسم أهلي، وبس أتمنى تكونوا استمتعتوا. أنا هني أقول لكم من البرتغال، باي جايز.